كليغليتي، كوكو السكر الحديره الكبرى، يلا جيبوا ورقه وستيلو وما تنساوش الخشيبات. اشهد يا الخوت، عارفكم ما كتنساوش داكشي نتاع اللايك والبارطاج، ولكن ما فيها باس الا وليت فكرتكم فيه، لان هادشي هذا كيدعم لا فيديو وكيخليها تنتشر اكثر. بالنسبه للخوت اللي قالوا لي نرجس ترجمه بالفرنسيه حاولي تصلحيها، الخوت هذيك ترجمه اوتوماتيك كدار من طرف يوتيوب، يعني ماشي انا اللي كندير الترجمه، اما عنديش الامكانيه فاش انني نصلحها، يعني كاين حل واحد، يا اما نلغيوها في مره، وحتى دوك الناس اللي يعني كيفهموا كلمه ولا جوج من داكشي اللي كنقولوا ما غيفهموهمش، يا اما نخليوها وتصبروا. بلا رئيس اركان الجيش الجزائري الفريق اول سعيد شنقريحه مساء الاثنين من قبل وزير الدفاع للقوات المسلحه السعوديه الامير خالد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود. ايوا يا المشاهدين، الوقيته اللي حنا كنا ملهيين فيها مع داكشي تاع كاس افريقيا، طنطون شنقريحه مشى للسعوديه. طونطون شنقريحه مشى فيه زياره رسميه على وديت داك المعرض ديال الدفاع الامني، وانتم كتعرفوا سياده الفريق الاول طونطون شنقريحه مشى نيابه على طونطون مجيدو، وانا هنايا خاطري ضرني. فين مشى طونطون مجيدو؟ مده هو غابر، وانا عاد بديت كنوجد ليه الحمله الانتخابيه ديالو، وغادي نبداو تحيه عمي تبون ونبداو نروجوا للانجازات ديالو. فين غبر؟ اين طونطون مجيدو؟ على الاقل فرحني، خرج لينا بشي خطبه عصماء، بشي لايف، بشي لقاء صحفي فاعل تارك نلقاو باش نديرو الفيديوهات. ايوا والصحافه الشاشائريه قالت لك الشنقريحه غيمشي تماك وغيستغل الفرصه ويدير شراكات مع الاجهزه الامنيه السعوديه. كاين اللي كيقول انه مشى على وديت الوساطه باش السعوديه تدخل بخيط بيض بينهم وبين الامارات. طونطون شنقريحه باقي ما سخنش بلاصتو، وهما يقولوا ليه شنقريحي سيوس مزيان انك جيتي، لانه حنا غادي نكرمو السي الحموشي المغربي، السي عبد اللطيف الحموشي المدير العام للامن الوطني ومراقبه التراب الوطني. تتم دعوة السي عبد اللطيف الحموشي من طرف رئيس جهاز أمن الدولة السعودي الفريق الأول عبد العزيز بن حامد. هذه الدعوة كتجي على هامش المؤتمر العالمي للدفاع اللي منظمه المملكة العربية السعودية اللي مشى ليه طنطن الشنقريحة. حتى هو هذا المؤتمر كيتم فيه استعراض أهم التطورات في المجال الأمني، داكشي نتاع الأقمار الصناعية والتجهيزات اللي عندها علاقة بالدفاع والأمن. السي عبد اللطيف الحموشي دار مجموعة من اللقاءات مع مسؤولين عندهم علاقة بمختلف المجالات الأمنية. هادشي هذا ماشي جديد، حيت كاين مجموعة من الاتفاقيات الأمنية اللي كتربط بين المغرب والسعودية، وفي خلال هاد اللقاءات غيتم تعزيز الروابط في هذا المجال. الإعلام الشاشائري داير عين ميكا على هذا الموضوع، ماشي لخاطرهم، راه هادي شهر هما يا كيفتحوا لايفات على السي الحموشي. قال لك سيدي إنه ممنوع من السفر، ما يقدرش يخرج برا المروك، برك برك احق انه متورط في قضايا واسكوبر والاف بي اي والروينة. شويه قال لك انه يتامر وكان يحاول اختطاف الحكم في جوارينا. واسي الحموشي مشى للسعوديه. اداره السي الحموشي دارت بزاف ديال الاصلاحات في الامن تحت الاداره ديال السي الحموشي، ولينا كنسمعوا الشرطه في خدمه الشعب والشرطه المواطنه. تحت إدارة السي الحموشي ولأول مرة في الأمن الوطني كدار أيام الأبواب المفتوحة اللي ما عمرها ما دارت من قبل. في أيام الأبواب المفتوحة تم التواصل بين الشرطة والمواطنين والمواطنات المغاربة، وتماك فين شفنا مجموعة ديال الصور ديال الوليدات الصغار اللي كيكتشفوا هاد الدومين ديال الأمن والشرطة. وراكم كتعرفوا الوليدات الأغلبية ديالهم يا إما كيبغي يولي طبيب يا إما كيبغي يولي بوليسي. القدوة في العهد ديال السي الحموشي يا كريغلاتي مشى داكشي ديال الشطط في استعمال السلطه، واللي طاح في المقله كيتقلى واللي غلط كيتحاسب، ما كاينش هذا حسن من هذا، والامثله كثيره. تحت شعار ربط المسؤوليه بالمحاسبه، شكون ما كان يكون. اش غادي نقول لكم كريغلاتي، داكشي نتاع محاربه الجريمه زيد عليها الشغب في الملاعب والتعامل معه، لدرجه ان السمعه ديال المغرب في هادشي نتاع التعاطي مع الشغب في الملاعب خلات قطر تستنجد بالمغرب في هذا المجال الامني بالضبط. تم اطلاق مجموعه من الفرق الجديده، فحال مثلا الفرقه المركزيه للتدخل او ما يسمى البي ار اي،
مجموعة الأبحاث والتدخل اللي هي GRE، الفرق الجهوية للشرطة القضائية، وحتى الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة. غادي نرجع شوية اللور، غادي نتفكروا الطفل ريان، غنتفكروا جائحة كورونا، زلزال الحوز، هاد الأمور هذه بالضبط أو هاد الحوادث اللي خلتنا نحسوا فعلا أن الشرطة في خدمة الشعب. مثلا ملي كندير انا لايف وكنكون خارجه وكيبقاو الناس يكتبوا لي لا نرجس ما توريش فين ساكنه، كنقول لهم عباد الله راني ساكنه في المغرب ونزيدكم شتوا كري غلاتي، وهادي غنقولها حتى للطونطون الشنقاري حسعاده الفريق الاول في الراس ديال الموبل عندنا حنايا، العماره فين ساكنه انا في الراس ديالها كتكون صافيطه ديال البوليس. ايها طونطون الشنقاري حداك الشيء نتاع التدخل سريع، الو خفا زربا كتلقاهم وصلوا لعندك. فتحيه للسي الحموشي وتحيه لفريق الرعب على راسه صاحب الجلاله الملك محمد السادس، السي الحموشي، ناصر بوريطه، لقجع السي عمر هلال، وعاد زاد عليهم السي زنيبر ديال حقوق الانسان. جوارينا مساكن من بعد الفرحه رجعوا للطوابير من جديد عاوتاني. فتح الديوان الجزائري المهني للحبوب والخضر الجافة لعشرة نقاط بيع البقوليات الضرورية من عدس وفاصوليا، وكذا الحمص والأرز عبر العديد من التجمعات السكنية الكبيرة للولاية، والتي تطمئن في نفس الوقت المواطنين بوجود كميات كبيرة تصل دوريا مع ضمان تسقيف سعر المواد الضرورية. ميكروفون فارس شايب. دوك شويه غاليه في برا في الحوانت، الحمص غالي، العدس غالي، الدنيا غاليه. هاي جابت الدوله دارت مبادره على جال باه الناس تشري، هاهم طايل لقيناه طايح شويه، هاهم الجماعه مجاوبه. ايوا جوارينا وكي دايره حالتكم مع عديسه وحميصه واللوبيا؟ الحاصل الله يخرج طابوركم اكرهلاتي على خير. ندوزوا للموضوع التالي. ايوا يا المشاهدين، الاردن ما كاينه غا شكرا المغرب، شكرا ابن المغرب، ما كيشكروش غا السي عموته. علاش دابا على حسب ما سمعنا ان حتى الفريق التقني حتى هما مغاربه، وكرهلاتي ضلوا يكتبوا خميسات خميسات خميسات، هو جا ولد الخميسات السي عموته واهل الاردن فين للنهائي ديال كاس اسيا اللي عمرهم ما وصلوا. هما ولد الخميسات الراجل ولد البلاد الحر اللي خلى الاردن كله من طرف للطرف كتقول عاش المغرب. بغيتو تسمعوا؟ اسمعوا. يا الملك عمو عموته، اقول له الله يسعد امك وابوك، والله يسعد الدنيا اللي جابتك علينا على الاردن. وخارج تفكيرنا كلنا صراحه ابدع 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 بهذه المباراه، ابدع بجميع التشكيلات، خصوصا يا الله بشوط الثاني. الله 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 يا الاردن، الله ان شاء الله يا رب تكمل. الف الف مبروك عموته، للشعب الاردني بيستاهل الخير واحسن مدرب وصلنا للاردن، يعطيكم العافيه. حسين عموته طبعا احنا يعني كثير فخورين فيك، وكثير فخورين بادائك، وكثير فخورين بالتشكيله اللي اليوم حطيتها بال لا يمكن. يعني نمدح كل اللاعبين والجهاز الفني وكل من ساهم بفوز المنتخب الأردني، وننسى ذا الشخص المدرب حسين عموتة. يعني كل الاحترام للمدرب حسين عموتة، بصراحة قائد ثورة الإنجاز. تعقلوا فاش كنا هضرنا على الحي الجامعي سعيد حمدين وعلى داك الخبر اللي قالوا بنستيرا ديال المرتديلا الكاشير المسؤول ديال الإطعام. في ديك الفترة اللي كنت كنهضر على هذا الموضوع هذا كنت حطيت لكم هاد لا فيديو، هاد الفيديو ديال واحد البنت ششائرية او ديال طالبة ششائرية اللي كتهضر على الاوضاع في الحي الجامعي سعيد حمدين. البارح على قناة الشروق كينزل هاد الخبر، وفاة طالبة بالحي الجامعي سعيد حمدين في ظروف غامضة. انا في الاول السؤال اللي كان عندي هو اش وقع في هاد سعيد حمدين، ها المرتضيلا، ها الشكايات، ها هاد الاوضاع، ودابا فتاة في ظروف غامضه. كتجي واحد الصديقه وكتقول لي راه في واحد الجروب ديال اللي كيسميو راسهم احرار الجزائر كيقولوا ان هاد البنت اللي توفات هي وحده من دوك البنات اللي داروا لا فيديو، وحده كانت اختفات هي اللي توفات وخمسه اخرين رهن الاعتقال بسبب الفيديو اللي كانوا داروه. نتمنى ان هذا الخبر ما يكونش صحيح، لكن في نفس الوقت وسبحان الله منين هضرنا على الحي الجامعي سعيد حمدين وعلى رداءة الماكله تماك وعلى المعاناه ديال البنات اللي كيضطروا انهم يفتحوا الباب ديال الشومبرا باش ياخذوا الكاشير،
شفت واحد لا فيديو تحطات في الشروق تشفت ان الفيديوهات اللي كنديروا كيوصلوا وغالبا طنطن الشنقريحة وطنطن عبد المجيد كيتفرجوا ولكن بن قرينة كيتفرج كنقول ليه كوكو بن قرينة. المهم غادي نشوفوا الفيديو باش تفهموا. الإصلاحات بالخدمات الجامعية خلال الموسم الجاري خاصة فيما تعلق بالرقمنة لتحسين نوعية وجبات الطلبة، إجراءات جديدة تم اتخاذها للرفع من قيمة الوجبة ماليا باستغلال الأموال المحصلة جراء رقمنة الوجبات. الرقمنة كشفت عن ثغرة مالية معتبرة تجلت في تبذير 500 ألف وجبة يوميا بقيمة مالية تقدر ب 300 دينار للوجبة. الحسابية بسيط. من بعد ما هضرنا على الحي الجامعي سعيد حمدين ورداءة الأكل نضو كيديروا الإصلاحات، قال لك شنو غيوليو يديروا الرقمنة حيث لقاو خروقات وتجاوزات واختلاسات في المطاعم الجامعية، غيوليو يحسبوا ليهم الضغمة، الضغمة تاكلها نيميريك، راها كتحسب الكونتور، انت تاكل الكونتور يحسب لك شحال من ضغمة راك تاكل يا جدك. كنت وعدتكم فيديو على التراث ولكن سمحوا لي الغالب الله الاحداث كثيره وما كانش يمكن اننا ندوزو التكريم ديال السي الحموشي اولا ندوزو السفر ديال طنطن شنقريحه، ما كانش يمكن ما نهضروش على الحي الجامعي سعيد حمدين وعلى السي عموته. فكنعتذر منكم وغدا الا ما كانش الجديد غادي نحطو فيديو على اليونسكو والتراث وطاطا سوريا مولوجي. عفاكم اخوتي المغاربه ما تنساوش ليا اللايك والبارطاج لانه كيدعم الفيديو وكيعاونا في الانتشار في نفس الوقت كيحميها من داكشي اللي كيديروا جوارينا. شكرا لكم جميعا. كري غلاتي خليت لكم الراحه، تصبحون على طوابير وكوابيس. باي.